تطولوا. شو وينها قمر؟ مرت عمي رح تجيبه. ليش ما رضيت تنزل معي؟ شو في امور؟ صار شيء؟ نلميها بعدين بنحكي. هلا ما تجي منك هلا اصلا فجأة. قمر قومي لتحت اكسري السفرة. حسان بدك تقطعي اذا بحكي لك. خلاص انسي القصة، لا عاد تحكي هالحكي. حسان بدك تقطعي اذا بحكي. فهميني لشوف مين بده يقطع لسان مين. انت بدك تقطعي لساني اذا حكي. طيب وشو الحكي اللي ما بدي اياكي انا تحكيه؟ امل ومديحة والمكاتيب. ثاني بدك تقطعي إذا حكيت. لك يخرب بيتك من حالك بتجني على شي وشي. المكاتيب ومديحة إذا بتجيبي سيرتهم لقص لسانك، فهمتي ولا؟ أمل ومديحة والمكاتيب ما بتجيبي سيرتهم، فهمتي؟ ولي على عيوني خرسي، رح أجيب لك تدلقي هون يخرب بيتك من حالك. أمل شوفي شو صاير. ليش هيك قمر عم تعيط؟ قمر تقلان لعيار الجنان تبعها. بزالي لا تقربوا علي يا ابني. شو هالحكي يا عمو؟ مثل ما عم قلك، وعقول حدا يفتح علي الباب المفتاح لانه رح يضل معي، فهمتوا؟ وليش كل هالشده يا عمو؟ لحدا قارشة خايفه عليكم لا تقوموا تنأذوا. لكان انت تنأذي يا مو بركي ضاجت عليكي. يميني هلا من هالسيره تهرموا كملوا اكل. دايمي الناقص. اسمعوا منيح يا رجال، هذا الزلمة بالنهار ما بيطلع منشان ما ينكمش، ما بيطلع إلا بالليل منشان يهرب ويتخبى بين البساتين. منشان هيك فتحوا عيونكم 10 على 10. بس هذا دغري بيقوس، شو نعمل نحن؟ نقوصه؟ إذا اضطر الموضوع قوصه، بس نحن ما بدنا نقتله، نحن بدنا نكمشه. هذا دواء القواص ما له غير هالدواء. قوصه بين رجليه، نحن مو شغلتنا نقتله، نحن شغلتنا نكمشه ونقدمه للمحكمة يصطفلوا منهم إلو. بس لازم نضوي حوالي الحوش، بالعتمة ما منستفيد شي. يلي عم يقول أبو رعد مزبوط، رح نضوي، بس انتوا اوعوا تسوا، بتناموا بالنهار وبتفيقوا بالليل، مفهوم؟ مفهوم. يلا كل واحد مكانه يا شباب. أمال شو صار وقت طلعت لعندك امي انت وقمر؟ ما بعرف، بس مرت عمي خايفه من شيء بدها تقوله قمر. وليه؟ وشو هو هذا الشيء؟ ما بعرف، بس قمر كل الوقت عم تقلي انه امك بدها تقص لسانها. ايه هي طول الوقت عم تقول هيك. وانا سالتها واجت لتحكي قامت طلعت امك فجاه وهددتني. هددتك؟ ايه. شو هددتك؟ قالت لي إذا ما بتنقبري بتنزلي تحت، هلأ بعدك جنبه. وليه؟ شو هالحكي؟ هي معناها أمي إلها علاقة باللي صاير مع قمر. مصطفى
شو رأيك نحكي مع أخي رأفات يشق عليها الأمور؟ إيه هذا الحكي صح، لازم نحكي مع الحكيم رأفات عشان يطمن على الأمور. عزمي بيك، في واحد برا اسمه أبو صالح أقبيك قال بده يشوفك ضروري كتير. فوتوا بسرعة. يلا. تشرف عمي. يلا. يلا. يا مين اهلا وسهلا. وعليكم السلام يا مين اهلا وسهلا. يا مين اهلا وسهلا. شرف تفضل. يا اصيل يا اكابر انت. اهلين اخي ابو صالح. شرف تفضل. الله يزيد فضلك عزمي بيك. من وقت ما قريت رسالتك قلت الجواب ما لازم يكون برساله، لازم اجي لعندك بذات نفسي، لانه بصراحه انا استغربت سؤالك. ما بخبي عليك ابو صالح، فاتت علي على القهوه وحده بصاره وتهمتني قدام الكل بتهم مثل ما بدهم الفرنساوي. قصدك التهمه اللي لفقوا لك اياها وقت ما قبضوا على ابن عمي ابي ياسين اقبيق؟ الله يرحم عيونه. تعيش وتترحم. إيه بس ما جاوبتني، شو سبب سؤالك عن الصوره؟ رح جاوبك، بس قل لي بالاول، مرحوم ابي ياسين كم ولد كان عنده؟ عنده 2، ياسين بكره وبنته ياسمين. وين اراضيه؟ ياسين زعل من حاله كتير كتير لأنه دل الفرنساوية على أبوه، قد ما حصر انقهر وطق عقله وجن، وأخذناه على العصفورية قعد هنيك كم سنة، وبعدين تحسن وطالعوه من العصفورية. والولد من صغره بحب المرسح، منشان هيك حمل ضرب طريقه وسافر على مصر. أكتر من هيك ما بعرف عنه. والبنت؟ البنت قبل ما تتوفى أمها جوزتها، بس عم بيقولوا لي إنه حظاتها قلال. هذا كل شي بعرفه. عزمي بيك إن شاء الله أكون أفدناك. ما بتقصر يا أبو صالح. شرفوا شرفوا. شرف عمي. بس اخي ابو صالح لهلأ ما جاوبني عن السؤال اللي بعثت لك اياه بالرسالة. قصدك عن الصورة الموجود انت فيها مع ابن عمي ابو ياسين وقت ما قبضوا عليه؟ بالضبط. الله وكيلك يا عزمي بيك، هي الصورة اختفت من وسط بيتي. بس ما